أنا رحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة جدا من مباراة مصر والجزائر في الجولة الختامية من مباريات دور المجموعات لكأس فيفا للعرب. مباراة مهمة جدا، ونقدر نقول هي ضربة البداية للجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخبنا الوطني. صحيح الفترة الأخيرة كان في عدد من المباريات سواء رسمية أو الودية، لكن المقياس الحقيقي والبداية الحقيقية للجهاز الفني مع بدء المباريات المهمة والصعبة مع المنتخبات الكبيرة اليوم أمام المنتخب الجزائري. بالطبع المباراة فيها حسبة وفيها أرقام وإحصائيات متعلقة بمرحلة التأهل للمرحلة القادمة، كل ده هنستعرضه بالتأكيد في سياق حلقة النهاردة من برنامج الترند. أيضا كمان فريق النادي الأهلي استأنف مشواره وتدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا للقاء السوبر الإفريقي الذي تحدد موعده بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي بتحديد 22 ديسمبر موعدا لمباراة السوبر بين الأهلي والرجاء في الدوحة خلال هذا الشهر. حلقة فيها كواليس وتفاصيل، وأيضا هنتكلم على مستقبل الأهلي في كأس العالم للأندية وإيه الخطوات اللي المفروض تتخذ خلال الساعات القادمة بخصوص طلب الأهلي بمسألة كأس الأمم الإفريقية وتقديم الموعد بسبب تزامن المواعيد والمباريات ما بين كأس الأمم وكأس العالم للأندية خلال الفترة القادمة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز كل الناس اللي بتتابعنا وبتتفرج علينا تدخل وتشارك في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا. في رأيكم مين اللاعب اللي ممكن يتألق اليوم في مواجهة مصر والجزائر، وتوقعاتكم أيضا للنتيجة؟ شاركوا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا للسوبر الإفريقي. وفي الترند المحلي، الليلة القمة العربية بين مصر والجزائر لحسم الصدارة. وكشف طبي لقفشة يحدد موقفه من المباريات القادمة. استعراض مباريات اليوم، يمكن في هذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة في مبارتين في مباريات المجموعة الثالثة لكأس فيفا للعرب. انطلقت منذ قليل في الساعة 5 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة المغرب والسعودية، وفي نفس التوقيت الأردن تواجه فلسطين. طيب الساعة 9 ختام مباراة دور المجموعات والمجموعة الرابعة، لبنان في مواجهة السودان وهي مباراة تحصيل حاصل بعد خروج المنتخبين، وقمة الكرة العربية اليوم الجزائر مع مصر في الساعة 9 من مساء اليوم. تحدد أيضا ربع نهائي كأس العرب يوم الجمعة، تونس متصدرة المجموعة الثانية ستواجه منتخب عمان، وقطر متصدرة المجموعة الأولى ستواجه المنتخب الإماراتي. طيب دوري أبطال أوروبا، والنهاردة طبعا في ظل اهتمامنا بكأس فيفا للعرب في مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، وإحنا بنتكلم في المراحل الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. الساعة 8 إلا ربع باريس سان جيرمان يستضيف كلوب بروج، وأيضا في نفس التوقيت لايبزيج يستضيف مانشستر سيتي. والساعة 10 ست مباريات في ختام اليوم، بروسيا دورتموند يستضيف بشكتاش، أياكس أمستردام يستضيف سبورتنج لشبونة، بورتو يستضيف أتلتيكو مدريد، الميلان يستضيف ليفربول، ريال مدريد يستضيف انتر ميلان، شختار دونتسيك يستضيف شريف تريسبول. بالتأكيد مباريات مهمة، والتركيز الأكثر هيكون على مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج وميلان وليفربول وريال مدريد وانتر ميلان. كلنا عارفين ليفربول ضمن